اليوم نقف مع صورة عظيمة جليلة اسمها صورة بني إسرائيل، وهي صورة الإسراء. هذه الصورة فيها تفصيل عجيب لهذا الصراع بيننا وبين ألد أعدائنا، بيننا وبني عمومتنا اليهود، عليهم من الله ما يستحقون. في مطلع هذه الصورة تنزيه وتسبيح لله جل جلاله العظيم، يسبح نفسه سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. في هذه المطلع الجميل، هذه الصورة الجليلة، إيماء إلى أن زعامة العالم ومناطق التأثير وأحداث الكبرى ستنتقل قيادتها من المنطقة المقدسة إلى مكة المكرمة. وذكر الله عز وجل أن هناك أحداث عظيمة وجليلة ستقع حول بيت المقدس الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ختم الله عز وجل هذه الآية التي افتتح بها هذه الصورة باسمين جليلين من أسمائه الحسنى السميع البصير، كأنها تشير إلى أن كل ما يحدث من أحداث عظمى في تلك المنطقة الحرجة، قلب العالم كله تحت سمع وبصر فاطر السماوات والأرض من له الأمر من قبل ومن بعد، فاطمئن أيها المسلم، فكل ما يجري هو بقدر الله عز وجل وتدبيره الحسن. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نوح هنا جاء في بداية الصورة كأن هناك يعني إلماحة إلى ما حدث لنوح مع قومه. ماذا حدث لنوح مع قومه؟ ارجع إلى صورة نوح ستجد أن نبيا كريما عظيما من أولي العزم بذل مجهودا جبارا مع قومه، وظل قرابة 1000 عام يدعوهم بكل أنواع الدعوة سرا وجهارا ليلا ونهارا، ويجابه بكل أنواع العناد والإصرار والاستكبار وغشيان الثياب إلى آخره، ثم يختم الأمر بعقوبة عامة تستأصل كل الظالمين الطغاة الذين أبوا أن يعني ينصاعوا لأمر الله تبارك وتعالى، اجتياح عام وهلاك لا يأتي على الأخضر واليابس على الجميع. هذا ملخص لما هو سيأتي من أحداث عظمى لبني إسرائيل. بداية أيها الإخوة الكرام، الآيات التالية موجهة لأولئك القوم، وإنما نحن هنا للاتعاظ والاعتبار، فالقرآن أنزل بشارة لكم ونذارة لمن يخالف. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله تبارك وتعالى قضى في كتابه المحفوظ في اللوح المحفوظ على بني إسرائيل قضاء كونيا أنهم سيفسدون إفسادا عاما على مستوى الأرض مرتين في تاريخهم، ويعلون بسبب هذا الإفساد يعلون مع كل إفساد علوا ولتعلن علوا كبيرا. فهو ليس علوا واحدا وإنما علوين اثنين، وكأن طريقهم إلى العلو هو من خلال الإفساد. نقرأ الآية مرة أخرى لنتأملها. وقضينا، هذه نون العظمة لرب جل جلاله، إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذه الموجز البداية، أما التفصيل فسيأتي بعد ذلك. فإذا جاء وعد أولاهما، يقول الله جل جلاله في الآية التي تليها: فإذا جاء وعد أولاهما. ماذا يعني هذا؟ يعني إذا جاء موعد الإفسادة الأولى. تعالوا بنا نقرأ تاريخ بني إسرائيل.
كثير من المسلمين يجهل تاريخ ألد أعدائه، وللأسف هذا عيب كبير. من أين جاء هؤلاء القوم، أو من أين بدأت قصتهم؟ من هو جدهم الأول؟ إنه يعقوب عليه الصلاة والسلام، النبي الكريم، ابن إسحاق. إسحاق هذا هو أخو إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم، وإسحاق هذا هو ابن إبراهيم عليه السلام، فهم أبناء عمومة لنا، فنحن وياهم يعني يجمعنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتعرفون قصة يعقوب عليه السلام وقصة يوسف وإخوته، كما تعرفون نهاية القصة أنهم ذهبوا إلى مصر وبقوا فيها زمنا طويلا بعدما مات يوسف عليه السلام، وتعرضوا لما تعرضوا له من التقتيل والتعذيب والسخرة إلى آخره، وأنقذهم الله تبارك وتعالى عندما أخرج لهم موسى وهارون، وفي نهاية القصة الخروج ببني إسرائيل إلى سيناء وبقائهم في تلك المنطقة 40 سنة، ويموت موسى عليه السلام في سيناء، ويموت هارون عليه السلام أيضا هناك يدفنون. وينبأ في بني إسرائيل بعد موسى وهارون فتى موسى في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه اللي هو اسمه يوشع ابن نون، وبهم يخرج إلى أرض فلسطين من التيه، تنتهي 40 سنة هذه، فيخرجون ويدخلون إلى فلسطين، لكنه دخول ليس ثابت، وإنما كان هناك صراع طويل بينهم وبين أصحاب الأرض الأصليين، هم كانوا وثنيين يسمون الكلدانيين أو يسمون الآشوريين أو يسمون العمالقة، سموهم ما شئتم، هم أصحاب الأرض الأصليين اللي هم الفلسطينيين أو الشوام في وقتنا الحاضر. كان هناك صراع طويل بين بني إسرائيل الذين دخلوا، هؤلاء المؤيدين بالنبوة وبحبل من الله سبحانه وتعالى، في سورة آل عمران يقول الله عز وجل عن اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هذول الحبلين انتبهوا لهم، هذا الحبل الأول الآن، الحبل الأول هذا الذي يؤيد الله عز وجل به بني إسرائيل من خلال الأنبياء. الأمر ظل سجالا، لم يستتب الأمر لبني إسرائيل في دخولهم إلى فلسطين في ذاك الزمن، تقريبا 300 سنة من بعد يوشع، إلى أن جاء داود عليه الصلاة والسلام كما في القصة الموجودة في سورة البقرة، وابعث لنا ملكا، إلى أن استطاع داود عليه السلام أن يقتل جالوت فيأخذ الخلافة. وهنا امتلك داود لأول مرة في تاريخ بني إسرائيل أمرين ما كان لأحد غيره قبل ذلك، ألا وهما الملك والنبوة، فأصبح لديه يعني أسباب القدرة الإدارية التي مكنته من أن يصلح عليها حال بني إسرائيل، ومن ثم يكون لهم كيان سياسي ودولة وجيش وإلى آخره. ثم على شأن بني إسرائيل أكثر وأكثر إلى أعلى درجة عندما جاء سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام، والذي سخر الله له الجن والطير وغيرها من ما سخر الله له، ووصل ملك سليمان عليه الصلاة والسلام إلى أطراف الأرض كما في قصته مع بلقيس التي ذكرناها قبل قليل. فعلى شأن بني إسرائيل وأصبح لهم إمبراطورية ضخمة جدا، وأصبحوا دولة عظمى على مستوى العالم. ولا زال سليمان مثل أبيه عليهم الصلاة والسلام ملكا نبيا، يسوس بني إسرائيل بالملك والنبوة في آن واحد، ولذلك استقام حال بني إسرائيل، وكانت هذه الفترة تعتبر هي أفضل الفترات التي استقام فيها بني إسرائيل على أمر الله تبارك وتعالى. مات سليمان عليه الصلاة والسلام، خلفه ابنه الأكبر اسمه رحبعام ابن سليمان. رحبعام هذا ملك وليس نبي، النبوة أصبحت تذهب إلى بطون وأفخاذ في عشائر بني إسرائيل غيرها، وكان لديهم مجموعات من الأنبياء بشكل كبير جدا، يعني ينبأ إلى 2 و3 و4 في القبيلة الواحدة، وعلى مستوى بني إسرائيل يصل الحال إلى 30 نبي في وقت واحد، وهذا ما كان لأحد غيرهم من كثرة
معاصيهم وجرأتهم على الله تبارك وتعالى. بعد رحب عام أو من بعد ما جاء رحب عام ومن بعده بدأت أحوال بني إسرائيل تسوء، فبدأ يظهر فيهم الربا والزنا والسحر وعبادة العجل وتقتيل الأنبياء الذي تجرأوا فيه بشكل لم يسبقهم أحد من الأمم السابقة، ووصل الحال من الفساد فيهم إلى عبادة العجل وإلى السحر وإلى تقتيل الأنبياء، أنهم كما يقول ابن كثير رحمه الله جمعوا 30 نبيا في يوم واحد تحت خيمة واحدة وقتلوهم. هذا خلاف ما قتلوا زكريا ويحيى وغيرهم من الأنبياء الكرام ومحاولة قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني مسألة شائعة عندهم، وجرأتهم على الله عز وجل ووقحتهم معه شيء يعني يطول الحديث عنه. وصل الإفساد في بني إسرائيل إلى قمته، والله عز وجل يقول فإذا جاء وعد أولاهما، يعني وعد الإفساد الأولى لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما. الآن نحن نتحدث عن الإفساد الأولى. يقول الله عز وجل بعثنا عليكم، الله جل جلاله هو الذي بعث عليهم أناس ما كان يدور بخلدهم أنهم يستطيعون أن يقابلوا هذه الدولة العظمى، مثل من يتجرأ الآن على أمريكا ويفكر أنه يحط رأسه برأسها، يتهم باتهام كبير جدا أنه لا يعي ما يفعل. الله عز وجل يقول عن المنافقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منتصف الطريق في معركة أحد، قال الله عز وجل كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، رجعهم الله عز وجل بعد ما وصلوا إلى منتصف الطريق، كره الله انبعاثهم. هؤلاء الذين ما كان عندهم نية أن يخرجوا إلى بني إسرائيل، وما كان في خلدهم أنهم يضعون نفسهم أمام خصم ضخم بهذا الحجم ملك الأرض كلها، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث عليهم هؤلاء القوم. بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لنا هذه ضمير منفصل أيها الكرام، لا يفيد التزكية، يفيد أن هؤلاء من جملة عباد الله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يفيد أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، عبودية ملك ورق. أما ما الضمائر التي تفيد التزكية في القرآن الكريم فكلها متصلة، سبحان الذي أسرى بعبده، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فالضمائر المتصلة في القرآن هي التي تفيد التزكية، أما الضمير المنفصل فيفيد عبودية الملك أو يفيد الملكية. والدليل ما بعد هذا، عبادا لنا ما صفاتهم؟ هل هم صالحين؟ هل هم أتقياء؟ ما قال هذا، قال عبادا لنا أولي بأس شديد. وأولي بأس شديد هذه جاءت في القرآن مرتين، لقوم بل قيس اللي قبل شوية عندما قالت أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. والثانية في الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ولا يقال لقوم صالحين أن أول صفة لهم أنهم أولي بأس شديد، ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. ما معنى جاسوا؟ كلمة وحيدة في القرآن أيها الكرام، جاءوا ليلا، الصالحون لا يأتوا ليلا. من يقول أن هذه الآية نزلت في عمر رضي الله عنه فقد أبعد النجعة. عمر رضي الله عنه دخل سلما وأتى نهارا، ودخل على النصارى ولم يدخل على اليهود. السلطة ذيك الأيام في عهد عمر رضي الله عنه من قبل 500 عام كانت في يد النصارى، اليهود ما هم موجودين في الصورة نهائيا، والآيات تتحدث عن يهود. وجاسوا بمعنى أحرقوا وتغلغلوا، لم يتركوا مكانا. كل هذا ينطبق على رجل في ذاك الزمان ملك العراق اسمه بخت نصر، هو الذي دخل على بني إسرائيل في عقر دارهم وحرق ديارهم، وجاءهم ليلا وقتل منهم ما لا يقل عن 90 ألفا،
وأسر منهم 70,000 ما بين شيوخ ونساء وأطفال، وساقهم إلى العراق فيما يسمى بالأسر البابلي، أفظع وأشنع فترة مرت على بني إسرائيل. فيها كتب التلمود الأسود، هذا الكتاب الذي يطفح غلا وحنقا وكرها لكل ما هو غير يهودي. فيه طريق العودة إلى العلو الثاني، فيه شرح مفصل لتلك المأساة التي مرت بهم هذه الليلة، ليلة الدخول هذه، كيف هدم المسجد حجرا حجرا، كيف قتل كبارهم وشبابهم وعلية القوم الذين فيهم. فصل هذا الأمر في أكثر من 450 صفحة في التلمود. يجترون هذا التاريخ ليظلوا يحنقون ويحقدون ويملؤون قلوب أجيالهم حنقا وغضبا على كل من هو غيرهم، كما يفعل الشيعة مثلهم تماما في لطمياتهم. تكرار واجترار لهذه المآسي من باب تأجيج الكره والحنق لغيرهم. يقول الله عز وجل: فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ما معنى وكان وعدا مفعولا؟ واضحة، يعني هذا الكلام انتهى أمره قبل نزول القرآن، وأحداث عمر بعد نزول القرآن. هذا دليل خامس أو سادس. طيب، انتهى الحديث عن الإفساد الأولى. يقول الله عز وجل بعدها: ثم، وثم هذه للزمن المتراخي الطويل، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. أذكركم أيها الكرام أن الحديث من عند وقضينا إلى نهاية الصفحة الأولى تقريبا وبداية الصفحة الثانية، كل الخطاب مباشرة لبني إسرائيل. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، الحديث لبني إسرائيل. لاحظ معي، يعني هؤلاء القوم المبعوثين جاسوا خلال الديار وفعلوا ببني إسرائيل ما فعلوه. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يعني أن ما فعل ببني إسرائيل في تلك الانبعاثة سيحصلون مثله على أولئك القوم الذين بعث عليهم، كل هؤلاء القوم الذين بعثوا. فكل من هو في منطقة الشام سيناله من هذه الكرة ما يناله، والتاريخ شاهد والواقع أوضح مما يحتاج إلى بيان. كل هذه المنطقة الآن تعاني من هذه الكرة. طيب، نقف هنا ولا الكلام لا يزال مستمر؟ لا يزال البيان مستمر. ثم رددنا لكم الكرة، بين قوسين يا بني إسرائيل، عليهم، على أولئك القوم الذين بعثوا، وأمددناكم. انظر إلى الإعجاز، وانظر إلى البيان العجيب. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. مثلث التمكين كما يقول العلماء. أموال بيد من الآن؟ البورصة والذهب. وبنين يتبجحون بأنهم يستطيعون أن يجندوا كل من في بني إسرائيل أو في فلسطين في خلال 48 ساعة. جنود. وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر صوت، أكثر شأن، أكثر إعلام. والإعلام كما تعلمون بيد من؟ لو نفقت دابة عندهم هناك لسلطوا عليها الأضواء كلها، وتحدث العالم عنها كلها، وشعب يباد في خلال 5 سنوات ما أحد يدري عنه. هذا المثلث بيدهم الآن، الله عز وجل أعطاهم إياه. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم يقول الله عز وجل لهم في نهاية هذه الآية: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم.
يا بني إسرائيل، بعد أن أمدكم الله عز وجل بهذه الإمدادات العظيمة، إن أحسنتم باستغلال هذه الأشياء في طاعة الله عز وجل أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة، الإفساد الثانية والأخيرة، ما في أكثر من كذا بيان، ما في أكثر من كذا بلاغة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، من هم؟ ما في غيرهم، هم نفسهم أصحاب الكرة، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. لماذا يذكرهم الله عز وجل بالدخول الأول؟ لأنه مسجل عندهم في 450 صفحة، لأنهم يعرفون عز المعرفة. اللي يأكل العصاية مو زي العدة يا أخوان، ملذوعين منها وعارفينها تماما، فالله يذكرهم بأنهم سيقع لهم مثلها. ولا تحصى المواقف والأحاديث التي تسجل لعلمائهم وكبرائهم في هذا الكلام، في قضية إنه العذاب قادم، إنه الضربة جاية، إنه الانتقام الرباني من بني إسرائيل قريب، هذا الكلام موجود. ويعرفون أن شجرة الغرقد التي تحدث عنها محمد صلى الله عليه وسلم هي الوحيدة التي سوف تحميهم، ولذلك يزجرعونها بجنون. قال لي أحد الإخوة الأساتذة: من رأى بعينه، والله يا شيخ عبد الله لا أحصي الأشجار، الجزر اللي في الصوارع، في الشوارع كلها غرقت. وأحداث كثيرة جدا يطول فيها المقام أيها الكرام على قضية معرفتهم بتمام المعرفة. والله وأنا في الثانوية، في الثانوية يعني هذا الكلام له أكثر من 35 سنة، يحدثني أحد الإخوة اللي كان بجواري يقول لي: إذا كان أحد منكم يذكر وزير الحرب اليهودي السابق مناحم بيجن أبو نظارة وحده، من ألد من خرج من بني إسرائيل. يقول هذا الرجل كان يدخل المدارس الفلسطينية في ذاك الزمن يتفقد هل استيقظ المسلمون ولا لا. يقول في يوم من الأيام خرج له أحد الأطفال صغير فقال له بإصبعه الصغير: نبينا وعدنا أن نقتلكم. ليس العجب من هذا الصغير يا إخواني، والله أنا ما تعجب من هذا، هذا ولد تربى تربية مضبوطة. لكن شوف الرد، واحد متخصص في وزارة حرب، يعني يسألوا عن النظريات الحربية، يسألوا عن الأسلحة، يسألوا عن، لكن لا تسألوا عن نبوءات، عن تاريخ، عن شيء من هذا القبيل، إلا إذا كان ينطلق من مبادئه وهي حرب دينية، وإن أريد لها ألا تكون كذلك. قال: أعلم، هذا الملعون، أعلم، ولكننا سنؤخر هذا الجيل بقدر ما نستطيع. شوف يعني القدر هذا جاي، لكن إيش اللي حنسويه إحنا؟ بس نأخره. ألا ما أغباكم، أخرتوا ولا ما أخرتوا، جاي جاي. لكن كما يقول جدهم حيي بن أخطب قال: ولكن من يغالب الله يغلب. عندما جاء به لكي يضرب عنقه وقد شقق الجبة اللي هو لابسها، يخربون بيوتهم بأيديهم، قال: والله ما لمت، يخاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: والله ما لمت نفسي على عداوتك. شوف هو يعرف عز المعرفة أنه محمد صلى الله عليه وسلم بعلاماته وصفته، وهذا سبب إسلام أمنا صفية رضي الله عنها بنته التي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي لما كانت صغيرة في بداية البعثة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه استطرادة بسيطة لكنها مهمة جدا في نفسية هؤلاء القوم، هذا واحد من علمائهم من كبرائهم، يعني واحد يعتبر رمز فيهم، يعتبر نموذج منهم. أول ما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المدينة أو هاجر إلى المدينة، ذهب هو وأخوه أبو ياسر من خيبر إلى المدينة، وصلوا يبغوا يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم، شاف النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا في آخر النهار. أمنا صفية تقول كانت حظية، يعني كانت مقبولة أو كانت محبوبة وهي كانت صغيرة،
تقول ما جئت مع مجموعة من الأطفال إلا وأخذوني من بينهم من كثرة نظارتها والقبول الذي كتبه الله لها. تقول فأقبلت عليهما، يعني أحسبهم بيأخذوني يحضنوني كذا بعد الغياب هذا كله. قالت فوالله ما نظر إلي أحد منهما، تعبانين منتهين. تقول فسمعت عمي يقول لأبي أهو هو؟ قال هو هو. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته حتى الموت. أهو هو وعداوته حتى الموت؟ لا إله إلا الله. قول الحمد لله يا أخوان، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا في يوم موته في بعد معركة خيبر وشقق الجبة، قال يخاطب النبي: والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكن من يغالب الله يغلب. وهذا الكلام يقال لهؤلاء كلهم: ومن يغالب الله يغلب. يقول الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. ليسوءوا وجوهكم، هذه ترجعنا إلى سورة تبارك. يقول الله عز وجل عن الكفار عندما يرون جهنم عيانا ويقينا: فلما رأوه سيئت وجوه الذي فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. تخيل علامات رعب غير عادية، هلع، فزع، ترتسم هذه العلامات وتظهر جلية على وجه الكافر عندما يوقن بالهلاك والعذاب يوم القيامة. مثل هذه صورة مصغرة سترتسم على وجه اليهود الجبنة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، معروف الرعب اليهودي، علامة مسجلة خاصة بهم. واللي يبغى يشوف مناظر من زي هذه يشوف المناظر اللي صارت للضباط الكوماندوز اليهود اللي نزلوا على سفينة مرمرة واللي لقطوهم الأتراك بدون أسلحة معهم، خذوهم واحد واحد سووها على أنفسهم، صور موجودة. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ما معنى وليتبروا ما علوا تتبيرا؟ من خصائص اليهود التي لا يشاركها فيها قوم آخرون أنهم إذا أيقنوا بالهلاك أفسدوا ما علوه، أفسدوا ما بنوه. يقول الله عز وجل عنهم في خيبر، قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. واللي شاف منكم ما حصل عندما سلموا لهم سيناء، هدموها كلها ما عدا فندق واحد لأنه كان اليهودي. وفي قرية أيضا قريبة من غزة سلموها أيضا، قشعوها كلها. خصيصة من خصائص اليهود أنهم لا يسلمون شيء سليم، لازم يخربونه. فيقول الله عز وجل عنهم عندما يوقنون بهذا الهلاك الثاني هذا: سيخربون كل ما علوه من بورصة، من ذهب، من بلاوي، كلها تطيح. ثم يقول الله عز وجل في الآية الأولى في الصفحة الثانية: عسى ربكم أن يرحمكم. ولا يزال الخطاب لهم: عسى ربكم أن يرحمكم. هناك مجموعة كبيرة من اليهود عندما يرون هذا الهلاك العام والذهاب الوعود اللي كانوا يحلمون بها أن فلسطين هذه هي جنتهم الموعودة وأرض اللبن والعسل وإلى آخره، يسلمون، يعرفون أن كل ما هم عليه باطل فيدخلون في دين الله أفواجا. وبقية منهم ليست بالقليلة يظلون حتى يتبعون الدجال فيذهبون معه في الهلاك النهائي. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم، إلى العصيان، إلى العناد، إلى كذا، عدنا بالعذاب وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. في آخر الصورة أيها الكرام يقول الله عز وجل في الآية رقم 104: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. إذا جاء وعد الآية الإفساد الثانية جاء الله عز وجل بهم من كل أطراف الأرض. الآية اللي قبلها يقول الله عز وجل: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. بعد الإفساد الأولى
حكم الله عز وجل عليهم بالشتات، وكل جزء منهم في منطقة، ولذلك هم إلى الآن لا يزالون منثرين في العالم، نصفهم في فلسطين ونصفهم الآخر في كل أصقاع الأرض. كثير منهم يعرفون أن عودتهم إلى فلسطين ليست صحيحة، ولذلك لا يرجعون. بل كثير هناك حزب في 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 إسرائيل في فلسطين ينادي بخروج الفلسطينيين اليهود من فلسطين، ويقول هذه ليست لكم، الله كتب عليكم الشتات، لا يحق لكم أن ترجعوا. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. لفيفا كلمة وحيدة في القرآن، وكلمة لفيفا أي الشيء الغير متجانس، يتلف مع بعض كده بطريقة غير متجانسة. فعلا هم يعني تنطبق الكلمة عليهم 100%. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذا القرآن الكريم. تجدهم من أجناس مختلفة، بلغات مختلفة، بأعراق مختلفة، يجتمعون من أماكن مختلفة في مكان واحد. هذا بالضبط كلمة لفيفة منطبق عليهم 100%. ثم يأتي الله عز وجل بأخباركم. أريد يعني بعضكم كذا لو يأخذ القرآن يفتح على آخر سورة الإسراء، خلونا نتأمل يا إخواني، هذا جزء من طلب الله عز وجل لنا. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. شوفوا آخر السورة، نفتح على صفحة 293. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا لكم ونذيرا لهم. وقرآنا فرقناه يعني جزأناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به، صدقوا أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم، الآن أنتم أوتيتوا علم، صار عندكم علم الآن، ركزوا معي، إن الذين أوتوا العلم من قبله، من قبل ما تقع الأحداث، من قبل ما يقع العقاب الثاني هذا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، بعدين بعد ما تقع ويشوفون بعينهم، يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. مشاعرك، إحساسك، ألفاظك، فعلك، كل هذا مسجل في القرآن تبيانا لكل شيء ولا لا؟ فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. هي دعوة في ختام هذه المرور السريع على هذه الأحداث الكبرى، أن نعود إلى كتاب ربنا جل وعلا، أن نكون من أهل القرآن. يا أهل القرآن، يا أهل القرآن، نبينا حبيبنا قائدنا إمامنا قدوتنا صلى الله عليه وسلم اشتكانا وسجلت الشكوى في القرآن، والشكوى رفعت إلى أرحم الراحمين وخصيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما لنا والله حجة. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لابد من عودة يا إخوان، لابد من عودة. هذا الكتاب فيه شفاء وفيه علاج وفيه مخرج وفيه حبل متين، أوله عندنا وآخره في الجنة. كل ما نريده من خير الدنيا والآخرة موجود في هذا الكتاب يا أخوان، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لابد من عودة حقيقية يا أخوان، وأنا أقولها وأعي ما أقول تماما، لا يوجد مشكلة، لا يوجد مشكلة على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الأمة، والله لا يوجد مشكلة إلا وحلها المباشر الواضح في كتاب الله عز وجل، علمها من علمها وجهلها من جهلها. هناك حاجز وهمي، أتمنى أن تستوعبوا هذه القضية يا إخوان، حاجز وهمي بين كثير من الحريصين من فيهم خير، ولا أزكي على الله أحدا، بينهم وبين كتاب الله عز وجل، يقولوا هذا القرآن ما يعرف للمفسرين، ما يعرف للعلماء، الناس اللي قروا كثير، الناس اللي عندهم رصيد عالي. من أقول لا والله، 99 أو قل 95% من القرآن واضح وضوح الشمس، ما يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى تدبر بس،
يحتاج إلى عبور عقل، يحتاج إلى إعمال. ولذلك عندما تقرأ القرآن، القرآن يحثك دائما، ما يروح يعني ما تقرأ سياق كذا صفحة أقل من صفحة إلا وفي أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، قل سيروا في الأرض فانظروا إن في ذلك لذكرى، أفلا يتدبرون القرآن. القرآن يعني يحثك على أن تعمل هذه المدارك، هذه الحواس، هذه الإمكانيات اللي أعطاك الله إياها، أن تعملها في هذا القرآن لتفهم، لتخشع. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذي تعلموا من القرآن. هذه القضية يا إخواني. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ذكرت في سورة القمر 4 مرات لتأكيد سهولة القرآن وسهولة تدبره وعظمة الاستفادة منه، فليس لنا عذر بعد ذلك، أعذارنا مقطوعة. لا يمكن أبدا أن يستطيع الإنسان أن يقوم بعذر والقرآن مسهل له 4 مرات، فماذا بقي بعد ذلك؟ والله لو قرأنا بحضور قلب ستجد هناك آيات تخاطبك أنت شخصيا، أنت بعينك. إذا وصلت إلى مثل هذه الآية قف، لقد وصلت إلى علاج، لقد وصلت إلى حل لمشكلة من مشاكلك التي لا تحلل بمثل هذه الطريقة. وقف عند هذه الآية وكررها، كررها مرة، مرتين، 3، 4، 10، 100، 1000 بمقدار ختمة، كررها. هذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. سأحكي قصتين سريعة لأن هذه هي الفائدة التي نريدها من هذا المجلس المبارك. ذكر الشيخ عصام العويد في الحج، كنت رفيقا له، من الله علي برفقته، فذكر أن أحد الشباب جاءه في يوم عرفة قبيل المغرب بشيء من الزمن بسيط، قال له يا شيخ أنا من اليوم وأنا يعني أجالد قلبي أبغى أخشع، أبغى أتصل بالله عز وجل، ماني لاقي، حاس قسوة، حاس أني ماني قادر أتصل بالله سبحانه وتعالى بطريقة صحيحة، انصحني، عظني، قل لي شيء كذا يرقي قلبي لعلي أستطيع أني أنا أستغل بقية الوقت. يقول الشيخ أنا يعني هذا الوقت هو أغلى ما في الحج، أقعد أنصح فيك وأنا أبغى ألحق نفسي. فقلت له شيء سريع، أعطيته آيتين من كتاب الله عز وجل من آيات الزواجر وما ذكرها الشيخ، وقلت له كررها، هذا الشاهد، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك برقة القلب. يقول أخذ الشيخ الشاب هذا فيما بعد، ذكر رجع الشيخ وأخبره أنه ذهب إلى مكانه وبدأ يكرر هاتين الآيتين بدون عدد كثيرا. يقول فبدأت قلبي يرق وبدأت دموعي تنزل، يقول حسيت أني بدأت أتصل بالله سبحانه وتعالى. يقول فجاءني زي الحيرة، أكمل في اللذة هذه والفرصة الجميلة اللي أنا لقيتها الآن أخيرا، ولا أستغل الوقت بالدعاء، وكل واحد عنده حاجة يبغاها من الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة. يقول ثم بعد ذلك ارتاحت نفسي أني أنا أرفع يديني وأدعو الله سبحانه وتعالى، ما إن بدأت أدعو حتى بدأت حليمة تعود إلى عادتها القديمة، حسيت يقول بالأمور ترجع مرة ثانية، القسوة، الدموع وقفت، الحالة ما هي زي أول. يقول بطلت الدعاء ورجعت للآيتين وكررتهم، يقول إلين سخنت مرة ثانية ودمعت ورقيت وحسيت أني اتصلت بالله عز وجل ورفعت يديني ودعيت الله عز وجل ما تيسر. يقول رجعت مرة ثانية الأمور، رجعت للآيتين مرة ثانية. يقول وأنا شغال ما بين الآيتين وما بين الدعاء حتى يقول غابت الشمس، يقول والله لقد خاطبت الشمس بدون شعور، يا شمس لا تغيبي. وجد نفسه أخيرا يا أخوان. الشيخ الحواش، وأنتم تعرفونه من الشيخ الحواش وما هو في كتاب الله سبحانه وتعالى، أسأل الله يوفقه يا رب العالمين وينفع به ويزيد من أمثاله. اشتكى له أحد الشباب أنه بينه وبين أهله يعني شيء من الخصام وشيء من الخلاف وشيء كذا وعدم المودة. يقول قال له روح اقرأ عند أهلك فألف بين قلوبهم، كررها الآية هذه. يقول الشيخ أخذ الشاب هذا العلاج، يقول راح هناك، يقول صار إيش يجلس مع جوجته، فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبهم، يقول والله راحت كل المشاكل. ما من مشكلة يا إخوان إلا في كتاب الله عز وجل علاجها. ارجعوا إلى كتاب ربكم ففي هذا الرجوع عزكم وشفاء ما فيكم من مشاكل ومآسي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. جاء في حديث أنس رضي الله عنه إن لله من الناس أهلون وإن أهل الله وخاصتهم أهل القرآن. فأسأل الله بمنه وكرمه بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم حقا وصدقا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصتهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم، جزاكم الله خير وسامحونا على الإطالة.